هنتابع نحن وياكم مشاهدينا. وهلا في عنا تقرير عن تدشين المركز الاقليمي لايس هاردوير انترناشونال يلي صار بدبي، وهذا الشيء صار بحضور مجموعه من كبار المسؤولين. التقرير بيعطينا كل تفاصيل الافتتاح، بنشوفه سوا. قامت شركة أيس هاردوير انترناشونال بإحياء معرضها السنوي الذي يمتد لمدة 3 أيام في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي، بحضور مجموعة من خبراء الصناعة في منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. أيس هاردوير انترناشونال ميدل إيست أند نورث أفريكا أوفيس حبوا يعملوا هالإيفنت مشتق عن 3 أيام جامعين فيه نحنا كل الريتيلرز تبعولنا من الميدل إيست ريجن والنورث أفريكان ريجن، جامعين في الفندرز تبعولنا اللي عم نبني علاقة معهم بالمنطقة هون، حتى نتقرب من الزباين تبعولنا وحتى نقدر نخدمهم بشكل فعال أكتر. وقدم المعرض سلسلة من المحاضرات، الجلسات وورشات العمل قام بتنفيذها خبير في فن الصناعة فريدمان، والهدف من هذه الورش اكتساب المزيد من الخبرات في الأسواق الإقليمية. كما كان المعرض فرصة هامة لعرض مجموعة متنوعة من منتجات الشركة لتجار التجزئة والبائعين الإقليميين. اللي عاملينه هو عاملين منها خلال هالثلاث أيام نهار قاعدين فيه عاملين برزنتيشنز وووركشوبس حتى نحكي بالسكسسز اللي موجودين وكيف منقدر نحسن العمليات اللي موجودة على الأرض نقدر نساعد زبايننا أكتر. وتاني شيء عارضين بضاعة تبعولتنا البرايفت برانز اللي عنا إياها والنيو كاتيجوريز اللي عنا إياها حتى هالريتيلرز يقدروا يستفيدوا منها، وضمناً حتى الفندرز يقدروا يعبروا عن شو اللي يقدروا يعرضوه للزباين من خلال هالإيفنت هيدي. احنا بالنسبة لنا المعرض اللي منظمته ايس كتير مهم، لأنه بيعطينا إكسبوجر على كل الشركات اللي هن بيتعاملوا معها، مثل ساكو بالسعودية وألفوتين بالإمارات والديستريبيوترز تبعهم بالبلاد العربية مثل مصر والأردن والكويت، وبيفتح لنا مجال أنه نقدر نعرض بضاعة ونوصل البضاعة للمستهلك، لأنه البضاعة يلي عنا جزء من جروهي وهي معمولة خصيصاً للدي اي واي دو ات يور سيلف ماركت، يعني ممكن واحد يجيبها يلاقيها على الشيلفز يقدر يركبها بدون ما يجيب سباك يركب له اياها. وبالتزامن مع هذا المعرض السنوي افتتحت شركة أيس هاردوير انترناشونال مركزها الإقليمي الرئيسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنطقة الحرة بمطار دبي، وذلك لترسيخ وتوطيد مكانتها في المنطقة ولتوسيع أفاقها. سوق الشرق الأوسط سوق مهم في الباربيكيوز وخصوصا في الخليج، مبيعاتهم راح يكونوا مهمين اكيد مش مثل اوروبا وامريكا، بس لعدد السكان الموجوده في المنطقه مبيعات الباربيكيوز عاليه جدا. تواجدنا نحن اليوم بمعرض ايس عشان نجيب ماركت بيفيتر للشرق الاوسط ونجيب ماركات عالميه في الشرق الاوسط. اليوم بيفيتر اليوم من ماركات المعروفه عالميا وبس ما انا موجوده في الشرق الاوسط، فايس عم بيعطينا اكسبوجر في هالمنطقه. ايس عنده محلات في كل شرق الاوسط وهذا شيء ضروري من شان نجيب هيك ماركات عالميه وهيك اشياء يعني. ما
مبروك لأيس. أيس يلي كان عم يتابعنا بحلقاتنا وخاصة كل نهار ثلاثة بيكون معنا جادجت معين من عنده، ويعتبر افتتاح مقر أيس هاردوير انترناشونال الجديد بالمنطقة الحرة بمطار دبي منسجم كتير منيح مع خطة برنامج النمو الاستراتيجي العالمي للشركة، فضلا عن ما توفره هذه المنطقة من بنية تحتية قوية ومرافق طبعا وخدمات مرافق خدمات وفقا لأعلى المعايير العالمية. فمرة جديدة مبروك، وإن شاء الله دائما منلاقي هيك الشركات عم تتطور. أيضا طب ممكن تعتبر أيس هذه الشركة على قائمة الشركات متعددة الجنسيات في المنطقة الحرة في مطار دبي، وتحتضن اليوم أكثر من 1600 شركة من مختلف القطاعات، وتحظى أيس هاردوير انترناشونال طبعا بسمعة جيدة. هلا اللي فتني وشغلة صراحة أنا حبيتها شخصيا، يعني كشخص أعزب عايش لحالي، أنه ممكن تستعمل كل القطع والاستراتيجية اللي واضعينها، أنه أكترية القطع أنه تستعملها من دون ما يجي حدا يركب لك إياها، وهيدي يمكن مشكلة من المشاكل اللي بتواجه مش بس العزابة، يعني حتى العيال والأزواج، أنه واحد بيكون مبسوط بالشغلة جايبها جديد بس لسوء الحظ يلاقي حدا يركب له إياها بدها تاخذ معه أيام وأسابيع. صحيح. يمكن بينما هلا بهالاستراتيجية وبهالرؤية اللي واضعينها بالشركة ممكن شخص يتكل على حاله أكثر، وبهيك بطريقة خفيفة نظيفة هو يقوم بالواجب كله. صحيح. شو رأيك ده بالموضوع؟ أكثر شيء الواحد أنه يوفر وقت أول شيء، وما عنده وقت أصلاً كثير من الناس الحين مع زحمة الحياة والأشغال، فأنك أنت تلاقي شيء جاهز أو أنك شيء أنت تركبه بنفسك مزبوط. بدون الحاجة إلى الاستعانة بالآخرين، هذا كثير شيء مهم خصوصا في وقتنا الحالي. مزبوط. ويعني شغلة كثير مهمة مثل ما ذكرنا قبل شوي، أنه يكون المنطقة الحرة بمطار دبي هي المقر الرئيسي للشركة بكل العالم، هذه شغلة منا هينة أبدا. صحيح. وأكيد دبي أكيد. منا جديدة على هيك نوع أكيد على دبي، من الإنشاءات أو هيك نوع من الشركات، معظم أهم الشركات في العالم وأصبحت يمكن العواصم العالمية. ما شاء الله عليك. نحن رح نتوقف مع فاصل، من بعده رح نكون مع فقرة التوب 10، وهالمرة التوب 10 جدا مميزة رح نحكي عنها ولكن بعد الفاصل، خليكم معنا.